احنا طبعا عندنا مجموعه من المبادرات، وهذه المبادرات على فتره السنه القادمه من اليوم ل 21 فبراير 2023. والمبادرات بشكل عام نبغي نكرم كافة المتعاملين واللي لهم علاقة بالبنك. وشفنا يمكن المبادرتين الأولية اللي نعلن عنها، وبنعلن عن المبادرات الأخرى في الوقت في وقت قادم في فترة قادمة خلال الأشهر القادمة. المبادرة الأولى أن نسقط قروض لخمسين زبون بحد أعلى 5000 دينار من خلال عمل طبعا رفل. المبادرة الثانية اللي احنا دائما كبنك مهتمين في مجال التدريب والتعليم والموظف البحريني، عندنا اهتمام خاص، فعندنا 50 بعثة لطلاب وطالبات المتخرجات من الثانوية العامة اللي يريدون يلتحقون بجامعة البحرين أو بالبوليتكنيك، بحرين بوليتكنيك. البنك يتكلف بدفع رسوم الجامعة إضافة إلى إعطائهم مبلغ شهري لمدة الأربع سنوات القادمة.